خلال اتصال هاتفي من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع ليبيا في مواجهة تداعيات الإعصار. الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة للأشقاء في المغرب وليبيا، ويعلن الحداد لثلاثة أيام تضامنا مع البلدين. وفد القوات المسلحة يصل إلى ليبيا لتنسيق الجهود الإنسانية وانطلاق الجسر الجوي للدعم بإفادة ثلاث طائرات عسكرية. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، شدد السيد الرئيس على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، متقدما بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وخلال اجتماع مع عدد من قادة القوات المسلحة، وجه السيد الرئيس بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. كما أعلن الحداد لثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، أنا عارف أنتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الأشقاء على أن احنا يعني إذا كان في ممكن بتواضع شديد أن احنا نقدم دعم ومساعدة مع بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات اللي موجودة هناك، أنتم شغالين في ده. وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا هتبقى تقدم
تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا. يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب عمليه التنظيم، مش كده؟ 7 انقاذ والثلاثه. وبرضه بالنسبه لليبيا اتصور ان احنا محتاجين يعني وبسرعه، لان حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الاخبار والمعلومات الوارده بتحتاج ان احنا نتحرك بكل قدراتنا. وانا عارف ان قدرات الجيش قدرات يعني قويه وقادره بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الجيش الليبي ان شاء الله ننسق معاهم ونتحرك، سواء كان اللي كان في فرصه ان احنا نخش بالبر معاهم او بالقوات البحريه ايهما اسرع يعني، او بالقوات الجويه طبعا. بس القوات الجويه لو احنا عايزين نعمل اعمال تعبيد طرق وغاسه للمناطق المنكوبه بمعدات مهندسين، واتصور ان احنا محتاجين نعمل كده. يعني احنا معدات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء عاجل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل، مش كده؟ 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه. بس فان شاء الله يعني دي مهمه مع الاشقاء، ولازم ان احنا يعني كلنا نقف، سواء كنا قوات مسلحه، وانا في ثقه كبيره جدا في القدرات وفي الامكانيات وفي رد الفعل، او حتى في الشعب المصري تجاه الازمتين اللي موجودين في اشقائنا في المغرب او في عند اشقائنا في ليبيا. وانا بقول ده جهد متواضع جدا، هو عباره عن تعبير رمزي للمشاركه في الالام والاحزان اللي تمت. واسمحوا لي ان احنا برضو نعلن الحداد 3 ايام في اطار يعني شكل من اشكال في المواساه والتعازي والمشاركه مع الاشقاء. تواصل مصر الاطلاع بدورها الدولي الرائد والفعال، لا سيما في أوقات المحن والأزمات. وبتوجيهات رئاسية عملت مصر على دعم مختلف لمختلف الدول الشقيقة والصديقة في فترة تشهد العديد من الكوارث الطبيعية التي قد تتسبب بمآس إنسانية واسعة النطاق. في الوقت الصعب يظهر الشقيق، وفي المحن والأزمات تتجلى معادن الدول والشعوب. وكعادتها على الدوام لم تتخلى مصر يوما عن دولة صديقة أو شقيقة أو جارة، مهما كانت الظروف في مصر، لأنه دورها وقدرها كانت ولا زالت تؤديه بإيثار دون ضجيج أو استعراض. في يوليو الماضي، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، جاء أقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة.
موقف ليس بالغريب على القاهرة التي كانت أسرع من هب لتقديم يد العون للأشقاء في السودان عقب الأزمة الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ أبريل الماضي. وفي أغسطس عام 2018 كانت مصر حاضرة أيضا إلى جانب الأشقاء في السودان عندما أعلنت الرئاسة المصرية تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمساعدة السودان في مواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة. وذكرت رئاسة الجمهورية أن المساعدات عبارة عن مستلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين وخيام، إضافة إلى إفادة قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول ولحماية الثروة الحيوانية في السودان من أي تداعيات سلبية. يأتي ذلك في إطار الروابط التاريخية القوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه أشقائها في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. نفس الموقف من السودان تكرر مع الأشقاء في لبنان، ففي أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت لم تتأخر مصر عن نجدة أشقائها، حيث سلمت مصر السلطات اللبنانية أكبر شحنة مساعدات، وتعد الشحنة هي الأكبر ضمن جسر المساعدات المصرية التي تصل إلى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت، حيث تبلغ الشحنة أكثر من 487 طنا وتتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية، و100 طن من مواد الإعاشة. أما الأشقاء في سوريا وفي أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير من العام الجاري، فحرصت مصر على ألا تتأخر عن نجدة أشقائها في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية الصعبة، كما لم يفت القاهرة أن تكون حاضرة مع الشعب التركي الصديق في كارثة الزلزال، حيث سارعت أيضا لتقديم الدعم والمساعدة. أدوار مصر تجاه أشقائها في القارة الأفريقية لم تنقطع أو تتوقف، فكان الدعم المصري للأشقاء في جنوب السودان والصومال وأخيرا في ليبيا والمغرب. محطات مشرفة من التضامن مع الأشقاء العرب والأفارقة تزايدت وتيرتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مسؤولية مصر ودورها ومكانتها. توجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره تعليمات بإرسال فرق إنقاذ وفرق طبية إلى ليبيا. وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنعبر فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة. وقام كذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر الشقيقة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق في كافة المحن والأزمات، وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق بشأن سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار، مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإفادة ثلاث طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، توجيهات رئاسية بدعم ليبيا والمغرب بتؤكد على بقاء مصر دائما حصنا وداعمة لأشقائها العرب، قراءتك لهذه التطورات الأخيرة؟ هو طبعا في البداية طبعا نعزي الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي على الكوارث الطبيعية اللي لمت بيهم، وبنعزي طبعا أسر الشهداء من الشعبين. طبعا التحرك السريع للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي ده تأكيد على الدور القومي للدولة المصرية، الدور اللي مصر لا تترك دايما أشقائها في أي أزمة كانت، تقدم لهم يد العون، تقدم لهم يد المساعدة، ودي عقيدة عند الدولة المصرية وعقيدة عند القيادة المصرية التي لا يمكن أن تتخلى عنها. طبعا منذ بداية الأزمة الرئيس اجتمع صباحا مع قيادات القوات المسلحة، وسفر الرئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إلى ليبيا، وبالطبع تقديم الدعم اللوجستي والدعم الإنساني وعمليات الإخلاء. مصر معروفة بأن هي دولة تمتلك فرق للبحث والإنقاذ على أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأيضا تقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الميدانية. كل ده طبعا تأكيد على الدور المصري وقيادي والريادي ودورها المهم في منطقة الشرق الأوسط. وبالطبع ليبيا من الدول المهمة جدا بالنسبة للدولة المصرية، وتأثرت كثيرا خلال هذا الإعصار. لهذا السبب الدولة المصرية قدمت العون بشكل سريع جدا لرفع وبشكل واضح ايضا استاذ جميل من خلال التوجيهات المباشره من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحه بالتدخل للسيطره على تداعيات هذا الاعصار في ليبيا. في ضوء متابعه حضرتك، ما حجم الاضرار هناك بشكل واضح جدا خلال يعني الفتره الاخيره، التداعيات الخاصه بهذا الاعصار والاضرار التي ترتبت عليه؟ هو بالطبع احنا في البداية لازم نعرف ان القوات المسلحة المصرية تمتلك الخبرات العالية من اجل تقديم يد العون والسيطرة على الوضع على الارض، لكن في بالطبع هناك تأثيرات كبيرة جدا جراء الإعصار اللي أثر بشكل كبير. يعني في مدن للأسف شديد تضررت كثيرا جراء الإعصار، في عدد كبير من الشهداء سقطوا جراء هذا الإعصار، هناك أزمات حقيقية في بعض العالقين، مصابين متواجدين في أماكن يجب أن تتم لهم عمليات الإخلاء. وزي ما قلت لحضرتك في البداية أن الجيش المصري القوات المسلحة المصرية تمتلك أعلى خبرات في مجال البحث والإنقاذ وفي الفرق الطبية، لهذا السبب تم الدفع بهم سريعا بجانب الطائرات أو الجسر الجوي الخاص بعمليات الدعم اللوجستي وخيم الإيواء، أماكن للإيواء والمستشفيات الطبية وخلافه. نعم، وبالتأكيد يعني تنوعت كل أوجه الدعم اللوجستي والإنساني من مصر إلى ليبيا مثلما ذكرت، في أطقم الإنقاذ وأطقم الإغاثة والمعدات أيضا المختلفة ومعسكرات الإيواء للاجئين من قبل مصر إلى الشقيقة ليبيا في مصابها الأليم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، وتوقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وصول عدد المفقودين بسبب الإعصار دانيال إلى 10,000 شخص. الموت مر من هنا، آثار مخيفة تركتها السيول والفيضانات التي ضربت واجتاحت مدنا بشرق ليبيا نتيجة إعصار دانيال وحولت بعضها إلى ركام يشبه غثاء السيل. أحياء ومدن كاملة التهمها الإعصار في البيضاء وسوسة والمرج، بالإضافة إلى درنا التي غمرتها المياه، ما دفع مجلسها البلدي إلى المطالبة بتدخل دولي وإعلان سلطات البلاد الشرق منطقة منكوبة.
حصيلة الضحايا كبيرة والخسائر المادية فادحة، هكذا تظهر الصور ولقطات الفيديو. ووفقا للسلطات في الشرق الليبي فإن عدد من قضوا بسبب هذه الكارثة يتجاوز 2000 شخص وآلاف آخرين من المفقودين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قال في بيان إن مناطق برقة وخاصة مدن درنا وشحات والبيضاء تضررت بشكل كبير، ما يستدعي إعلانها مناطق منكوبة، داعيا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة والدعم. العاصفة دانيال التي ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، حيث أسفرت عن مصرع 27 شخصا على الأقل، وصفها الخبراء بأنها شديدة للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة. وضربت العاصفة شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق للمدارس لأيام. ويضم شرق ليبيا حقول ومحطات النفط الرئيسية، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة التأهب القصوى وإيقاف الرحلات الجوية بين مواقع الإنتاج التي انخفض نشاطها بشكل كبير. ووصف مسؤول في المجلس البلدي لمدينة درنا الوضع بأنه كارثي وخارج عن السيطرة ويتطلب تدخلا عاجلا محليا ودوليا، وأكد انهيار 4 جسور في المدينة وسقوط مبنيين. ويعتقد أن المئات لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم لتقديم المساعدة. أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. خلال هذا الاتصال أعرب الوزير شكري عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا على أثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب. كما جدد شكري التأكيد على دعم مصر وعلى تضامنها الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به. من جهته أعرب وزير الخارجية المغربي عن تقدير جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، مقدرا قرار مصر إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع المغرب. هذا وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 2901 حالة وفاة، إضافة إلى 5530 حالة إصابة. وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربية عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير، وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر. خيام منتشرة ومشردون في أماكن كثيرة، ورجال إنقاذ يواصلون محاولاتهم للعثور على ناجين أو جثث للضحايا. هذا هو الوضع في المغرب بعد أيام قليلة على كارثة الزلزال الذي خلف وراءه دمارا كبيرا. وبعد الكارثة ظهر التضامن الكبير من العديد من الدول مع المملكة المغربية. وفي أحدث تطور انضمت فرق إنقاذ من إسبانيا وبريطانيا وقطر
الأكبر لجهود البحث عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبال الأطلس الكبير وبلغت قوته 6.8 درجة. وكان مركز الزلزال المدمر على بعد نحو 72 كيلومترا من جنوب غرب مراكش، حيث تضررت بعض المباني التاريخية في المدينة القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما تسبب الزلزال في أضرار كبيرة لمسجد تاريخي يعود إلى القرن 12 الميلادي. بعد جهود الإغاثة الأولية ظهرت مخيمات في بعض المواقع، حيث قضى بعض الناجين الليلة الرابعة في العراء. وعلى الجانب الآخر أكد الجيش المغربي أنه يعزز فرق البحث والإنقاذ ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية. تكاتف كبير يسيطر على المشهد في المغرب في محاولة لاحتواء الكارثة والتقليل من آثارها على الناجين. ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي بجمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدات التي يحتاجها المغرب بعد أيام من كارثة الزلزال المدمر. أوضحت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أن المبلغ المطلوب سيمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمناطق المنكوبة في المغرب في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة وفي مجال المأوى والاحتياجات الأساسية. في إطار جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، أعلنت الحكومة زيادة المساعدات المقدمة إلى ليبيا والمغرب بقيمة 30 مليون جنيه إضافية. وأكدت الحكومة الضرورة الملحة لوضع مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 موضع التنفيذ، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثارها المدمرة. تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال. أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع انتهاء تأثير هذه العاصفة على كافة أنحاء الجمهورية يوم الخميس القادم. وأفادت الهيئة باستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، كما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق. وأضافت الهيئة أيضا أنه من المتوقع انتهاء الأتربة على شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة. أكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال ومتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، حيث أكدت أنه في مطروح وجهت المحافظة برفع حالة الاستعداد والتأهب لفرق الطوارئ ورفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والطريق الدولي، وكذلك تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس. وتلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا بشأن موقف العاصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح. وأكد التقرير استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار على مدن ومراكز للمحافظة بعد هطولها بصورة متقطعة على بعض المناطق دون أن تتسبب بأي سيول أو أضرار. كما شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين. يأتي ذلك فيما رفعت الأجهزة المعنية بالمحافظة حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى للتعامل مع عمليات سحب مياه الأمطار وإزالة مخلفاتها بشكل سريع في حالة تواجدها، فضلا عن العمل على تنظيم حركة المرور.
تعرضت محافظة القليوبية إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين. وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، حيث تم تكليف رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمتابعة تداعيات العاصفة دانيال في ضوء حالة الجو غير المستقرة خلال الساعات القادمة والتدخل السريع في حالة الطوارئ والأزمات. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. رئيس الوزراء يفتتح منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ويطلق منصة مصر للاستثمار البيئي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الواعدة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شرعت في التوصل لخطوات عملية ومبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية. وخلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد مدبولي على أن مصر وضعت وتنفذ مخططا طموحا لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة. كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال أولاً الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والذي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال ولا الحصر 1 وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030. 2 إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية. 3 إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في محافظة الغربية. شهد الاجتماع استعراض أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من 2019 حتى العام الحالي. كما تطرق الاجتماع إلى بحث محاور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمبادرة حياة كريمة بمراكز ومدن زفتة والمحلة وكفر الزيات وبسيون وقطور. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها في محافظة الإسماعيلية، وذلك في مختلف القطاعات وفي إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير التنمية المحلية هشام أمنة ومحافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية. كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحجم مشروعات يصل إلى 136 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1 مليار جنيه، بالإضافة إلى موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلا عن المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثاني الميداني الذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف. بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء. وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. عقدت اليوم جلسة تخصصية مغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد. ناقشت الجلسة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي في تصريحات للتلفزيون المصري أن المزيد من تخفيض قيمة الجنيه لن يكون مفيدا بالنسبة للاقتصاد المصري والمصريين، كما شدد على أن القيادة السياسية مهتمة بتخفيف الضغط على المواطنين من خلال تقليل حجم التضخم. النهاردة كنا في جلسة تخصصية في الحوار الوطني بنتكلم عن الغلاء والتضخم وكيفية مواجهة التضخم حتى نخفف الأعباء على المواطن البسيط والطبقة المتوسطة في مصر. في هذه الحالة وده كان يعني مسار اهتمام القيادة السياسية في أنها أي سياسة تؤدي إلى مزيد من الأسعار وتمس الأمن القومي في هذه الحالة لابد من التوقف عنها، وده طبعا أشار إليها في يعني المؤتمر الوطني للشباب في برج العرب. بصرف النظر عن أيا كانت نوع السياسة في هذه، خاصة لأن احنا عارفين أنه كمان تضخم سببه مهم جدا من الأسباب المهمة، وهي أنها ندرة في النقد الأجنبي بامتياز، ولذلك يعني احنا خفضنا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 3 مرات، مرة في مارس ومرة في أغسطس ومرة في يناير الحالي العام الحالي، وبالتالي يعني مزيد من التخفيض لن يكون مفيد بالنسبة لاقتصاد مصر وبالنسبة للمصريين، لأنه ممكن يؤثر على النسيج الاجتماعي وقد يؤثر على يمس الأمن القومي. وللمزيد حول أهم ما جاء في جلسة الحوار الوطني تطلعنا زميلة جرمين إبراهيم مراسلات التلفزيون المصري. نعم، بعد التحية نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تفاصيل مدار اليوم في خلال اجتماعات الجلسة التخصصية المغلقة والتي عقدت بمقر الأكاديمية لمناقشة كل مدار في الأسبوع السادس من الحوار الوطني، وبشكل خاص ما تحدث عن عمل لجان المحور الاقتصادي ولجنة التضخم وغلاء الأسعار، أهم مدار في الجلسات التي ناقشت مصادر ارتفاع الأسعار وكيف يمكن مواجهة هذه الأسباب لتخفيف العبء على المواطنين. كان الحديث بيدور سواء داخل الجلسة التي عقدت صباح اليوم أو حتى في الجلسات التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع السادس للحوار الوطني في إطار عمل لجان المحور الاقتصادي، كان يدور حول أسباب التضخم وارتباط هذه الأسباب وارتباط التضخم وتأثيره المباشر على المجتمع، أيضا ما يتعلق بمناقشة القرارات التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم، والحديث عن أهمية العمل لبحث أسباب التضخم في الداخل وارتباط التضخم بعدد من المصادر الأخرى أو عدد من الموضوعات المرتبطة بعجز الموازنة والدين العام والإنتاج والعرض والطلب. بالنسبة للاقتراحات التي تم مناقشتها خلال جلسة اليوم فكانت بتدور حول اقتراحات إصلاح السياسات النقدية والمالية، هناك أيضا من اقترح بوجود منظومة سعر صرف مختلفة وتفعيل شمولية الموازنة، أيضا هناك كان حديث بيدور عن أهمية فرض رقابة سواء على الأسعار من جهة أو الأسواق من جهة أخرى، وهناك من تحدث عن أهمية أطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة وتقديم تسهيلات استثمارية ودعم الصادرات، أيضا هناك كان حديث عن توصيات تتعلق بأهمية رفع الأجور وما يتعلق أيضا بفرض السياسات المالية والضريبية وكيف يمكن من خلال إصلاحات تتعلق بالضرائب مواجهة التهرب الضريبي وأيضا تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. كان هناك عمل بيتم في خلال اللجنة التي عقدت صباح اليوم لبلورة كل هذه الاقتراحات تمهيدا لأن ترفع ويتم مناقشتها في جلسة أخرى عن طريق مجلس أمناء الحوار الوطني لتصدر في شكل توصيات نهائية ترفع لرئيس الجمهورية تمهيدا لإصدار مشروعات قوانين بهذه التوصيات أو التطبيق الفعلي والفوري لها. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.
اصطفت شاحنات قطار الخير أمام مبنى محافظة بني سويف بمشاركة 16 عربة يمثلون مؤسسات التحالف الوطني. تهدف هذه الشاحنات إلى توصيل مساعدات للمحتاجين تتنوع بين مساعدات غذائية وعينية وشنط أدوات مدرسية وحلوى المولد وأدوية. للمزيد من المتابعة حول هذه القافلة يطلعنا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم ولكل متابعينا من أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف، حيث وصل قطار الخير بهذه العربات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من خلال عدد من المبادرات والمؤسسات المختلفة تحت مظلة التحالف لتوزيع الكثير من المساعدات سواء الإنسانية أو المواد الغذائية والأدوات المدرسية على مدن وقرى محافظة بني سويف، ليصل أسبوع الخير إلى هذه المحافظة بالتزامن مع عدد من الافتتاحات وعدد من التطوير في عدد من المنشآت الخاصة بمحافظة بني سويف. وها نحن الآن نشاهد من خلفي انطلاق قطار الخير من خلال هذه العربات المحملة بالمواد الغذائية والأجهزة وأيضا الأدوات المدرسية وغيرها إلى كل أهالي محافظة بني سويف. عودة إليكم مرة أخرى. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. نتابع أهم أخبار المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما هبة وريهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة رؤى على طريق التنمية، وجاءت الدراسة في هذا العدد من السلسلة بعنوان نحو تعزيز دور البورصة المصرية للسلع في ضوء التجارب الدولية الرائدة. ويتضمن التقرير مناقشة التحديات التي تواجه الأسواق الزراعية في مصر والتي تبرر إنشاء البورصة السلعية وعرض الملامح الأساسية للبورصة المصرية للسلع فيما يتعلق بأهدافها وآلية ونطاق العمل بها والنماذج الدولية الرائدة من بورصات السلع والمنصات الزراعية وتوصيفها وآليات العمل بها. بحثت مصر مع شركتها الروسية فرص التعاون بين الجانبين في مجال المعدات الزراعية والتي تتناسب مع ظروف مصر ومساحتها من الأراضي الزراعية. وخلال لقاء للجهات المعنية مع مسؤولي إحدى الشركات الروسية الكبرى، أكدت مصر أنها تضع حاليا ضمن أولوياتها محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزارعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج في ظل إصدار تكليفات للجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة بشأن احتياجات السوق المصرية من هذه المعدات ونوعياتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في مثل هذه الحالات. بدأ العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيا. جاء ذلك بعد التأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية. أكد وزير البترول طارق الملا أن مبادرة الرئيس السيسي لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعي دعمت خطط الدولة في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول وعدد من المسؤولين تطوير محطة تموين الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة.
استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من الإسكندرية على رصيفها الجنوبي أول سفينة بضائع عامة تستقبلها المحطة منذ بدء التشغيل، وقت استقبال السفينة البالغ حمولتها 56 ألف طن ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة منذ افتتاحها، حيث تكثف إدارتا التشغيل والتسويق بالمحطة من جهودها لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وبحث سبل التعاون المشترك معها، مما سيساهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات. حذر والي أديامو نائب وزير الخزانة الأمريكية من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى تراجع الطلب في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين. وأضاف المسؤول الأمريكي أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أن الأداء الاقتصادي لبلاده أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب سياساتها فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف رغم إغلاق محتمل نهاية الشهر الجاري. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا. انتهت جولتنا الاقتصادية للنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم ريهام وهبة. شكرا لك شروق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. تحمل هذه الطائرة على متنها مواد طبية وغذائية وبالإضافة إلى 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة. نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية جوا يعني أو بالقوات البحرية للبحر أو برا، لأن حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبة دي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.
تأتي هذه المساعدات لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال اتصال هاتفي من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع ليبيا في مواجهة تداعيات الإعصار. الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة للأشقاء في المغرب وليبيا، ويعلن الحداد 3 أيام تضامناً مع البلدين. وفد القوات المسلحة يصل إلى ليبيا لتنسيق الجهود الإنسانية وانطلاق الجسر الجوي للدعم بإفادة 3 طائرات عسكرية. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.